السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه التحليه بالموز بدون فرن بدون نشا وكذلك بدون بيض او كريمه. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي راقيه وسهله وش في التحضير. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. وما تنساوش ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك والتعليق الزوين ديالكم. خليكم مع المكونات وطريقه التحضير. غادي نحتاجو المكونات: نص إبرة الحليب، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، جوج د الأكياس ديال الفلون أنا اختاريت ديال البناني. إلا عندكم طماط الكراميل ولا ديال ولا العادي ديروه ماشي مشكل. وغادي نحتاج لواحد البنانة وكاس صغير ديال السكر سنيدة هو باش غادي نحضر الكراميل ديالي. غادي نجيب واحد الكاسرول كندير فيها هاد الكاس صغير ديال السكر سنيدة، غادي نوضعو على نار تكون خفيفة حتى كيدوب لي الكراميل حتى كيدوب لي السكر ديالي وكيولي على شكل كراميل. كنستعن بهاد ملعقة الخشب كنحركو باش يدوب لي كامل. مع التحريك باش ما يتحرقش لينا الكراميل ديالنا، غير كيبدا ياخد اللون الذهبي صافي وكنحيدوه من فوق النار. صافي هذا هو اللون اللي غادي نحصلوا عليه. كنجي هنا كناخد واحد الكؤوس اللي يكونوا ناشفين ما فيهم البنات حتى شي قطره ديال الماء. الا كانوا فازقين 100% غادي يتهرسوا لكم الكيسان، لان هاد الكراميل كيكون شاد السخونيه بزاف. صافي كنخوي هاد الكراميل اللي عندي في الكيسان وكنخوي بالزربه باش ما كيقص، حيت بالزربه كيقصح لينا. غادي نقطع هاد البنانة وغادي نجيب واحد الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه هداك البنانة وندير فيه هداك معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة. كندير جوج صاشيات ديال الفلون ديال البنان اللي درت أنا. إلا بغيتو نتوما ديرو البنات ديال الكراميل ديروه، باش ديروا العادي ديروه ماشي مشكل. صافي كنضيف لهم هذاك نص إبرة د الحليب كنطحن الكل مزيان مع بعضه. من بعد ما تطحن لي الخليط ديالي كله غادي نصفيه في نفس الكاسرون اللي وجدت فيها الكراميل وكنرجع فوق النار وكنستمر بالتحريك. حتى كيندمج لينا هذاك الكراميل مع الخليط اللي درنا ديال الحليب والبنان والفلون حتى كيوصل للمرحلة ديال الغليان. من بعد ما كتوصل التحلية ديالي للغليان غادي نخويها في الكؤوس اللي عندي
غادي ندخل التحليه ديال الثلاجه باش تبرد ويتماسك ونرجع لكم. من بعد ما بردت لي التحليه ديالي غادي ندير هاد البواطه هادي فيها الماء يكون غليان مزيان بحال بغينا نعمرو به اتاي. هاد العمليه البنات كتسهل علينا الكراميل كيدوب بالزربه وما كيتهرش لينا الكراميل ملي كنقدموه وكيتحيد بسهوله كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو الشكل ديالو. غادي نكمل بنفس الطريقه مع البقيه. كنستعمل واحد الموس كنحل به داك الفلون ديالي على الكاس باش دغيا كيحيد لي. وكيكون هذا هو الشكل ديال التحليه بمذاق الكراميل والموز اللي شاركت معكم هذا النهار هذا. والتزيين البنات كيكون اختياري كيفما بغيتو تشكلوه. تقدروا تقدموه غير هكا كيجي غزال بلا ما تزينوه. انا زينته بهاد لي دغاجي وواحد شويه ديال لي بيبو شوكولا. وهانتوما هذا هو القوام ديالو كيجي على هاد الشكل هذا. كيجي لذيذ كيجي زوين. عفوا الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه شاركوا في القناه وما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاهل ديالكم وصحابكم وصحاباتكم. وكنقول لكم الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.